السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير على خير و نتوما تشوفوا هاد الفيديو اليوم جبت لكم وصفه تاع البقلاوه التركيه ولا أه البقلاوه المبرمة أه دونك بسم الله نبدأ عندي 3 كيلات تاع مكسرات اي مكسرات عندك انا تحبوا ديروها بالكاوكاو تحبوا ديروها باللوز بالجوز كيما تحبوا بالبيستاش انا درتها أه خلط كاوكاو ولوز دونك وحطيت معاهم كيلة ناقصة صبع تاع سكر يعني ما تكثروش بزاف السكر هكا باش ما من داخل وتبقى لكم طريه من داخل ومقرمشه من برا لاطول فتره ممكنه من بعد نجي نرشوها بشويه تاع مزه... مورد عفوا ماورد ورد نفتلوها برك كيما نقولوا الحشو تاع البقلاوه ما لازمش يجي جاري بزاف يكون هكا مسارد بصح ماشي سارد بزاف ثم ماشي لما خارج منه آه دونك آآ خلطوها مليح انا نزيد شويه بشويه بشويه وعينكم هي ميزانكم تقريبا هكاك قس فنجال تاع ما ورد تبلو به العقده تاعكم فوالا قاس فنجان قلت لكم تبلوا به العقده تاعكم وتفتلوها كيما نقولوا مش ما تجيش مبلوله بزاف تجي مفتوله برك وزدت لها تاني قسم غرفة تاع زبدة دايبة هكا يبقى الحشو تاعكم الطري لأطول فترة ممكنة يعني تقدروا تحتفظوا به أطول فترة ممكنة يبقى لكم دايما طري و سما ماشي خاطر كاينه هذيك اللي تيبس وتتحجر من داخلاتو نو هذه تبقى لكم طريه دونك فوالا هاو الحشو تاعي واجد دوك نروحو آه لاباط فيلو تاعنا شوفوا انا استعملت هذه تقدروا تستعملوا اي بات فيلو عندكم هذه آه مليحه عجبتني <applause> نبدأ بسم الله آه حليتها نحي زوج ورقات دونك وحده زوج كيما راكم تشوفو نعاود نلم الاخرى في البلاستيك بهذاك بعدا نحطها دو نحط زوج وريقات هذوك فوق بعضهم وندير لهم الزبده ثم سمانة... نطلعهم كامل بالزبده هكا باش تجيكم البقلاوه تاعكم من برا مقرمشه وكيما نقولوا مورقه وهشه ومقرمشه فوالا أم... سي با لا بان ديروا الزبده بين زوج ورقات باسكو ديجا الورق هذوك بزاف خفاف ولازمكم تسيسوهم لازم تسيسوهم بزاف هكا باش تقدرو تخدمو بهم وكون ديروا وحده على فرد راح يخرجلكم لكم منها الحشو ولا تتقطع ولا دونك دو بريفيرونس ديروا كيما درت انا ديروا زوج ورقات فوق بعضاهم آه وتطلعوهم بالزبده آه مشي شرط بين كل ورقه ورقه تحطو زبده اها آه تحطوهم فوق بعضهم ديريكتومون من بعد تحطو آه الزبده آه ديروها على كامل الورقه الورقه هذيك الفوقانيه بعد تقلبو شويه من تحتها كيما قلبت انا نحطو الحشو تاعنا الحشو ما خشين بزاف باش ما تجيكمش الحربوش تاعكم خشين بزاف دونك فوالا ومن بعد نبدا نرولي فيها كيما السيجار نجيب البلاطو تاعي بعد ما كنت دهنتو بالزبده اكيد البلاطو دو بريفيرونس اذا يكون اقل من الطول تاع الورقات تاع لاباط باتفيلو هكذا باش تجيكم مكمشه وتقدروا تستعملوها تاني بهذاك الحديد ولا هكاك تكون براتيك اكثر وكيما نقولوا خاصه للمبتدئات انا نورمال هنا ما عياتنيش جوغ نحطو نحشي هذاك الحربوش منه منه نكمشو في الوسط نورمال عادي نزيد دي ندير معكم الحربوش الثاني دونك زوج ورقات نحي زوج ورقات كيف كيف آه بنفس الطريقه نحي زوج ورقات من بعد آه نعود نلم هذيك لاباط فيلو ما في الهواء باسكو كي تقعد في الهواء راح تيبس وكيما نقولوا تتقشلف ولا مبيش كيف تقولوها المهم هزيت زوج ورقات هادوك فوالا ندهنهم بالزبده نجوزلهم لهم بالبانسو هكا الزبده عليهم كامل سما الورقه كامله لازم ندهنها قلت لكم دهنتها بالزبده من بعد دوك نشوفو آه نعاود نلويها من تحتها يعني نزيد نطبقها من تحتها شوية آه في البلاصة اللي نحط فيها الحشو هكا باش ما تجينيش رهيفة بزاف بلاصة الحشو وما تتقطع ليش لاباط تاعي ويخرج لي الحشو فوالا شافو كيف هاني يعني آه طبقتها من بعد نحط الحشو تاعي في هذيك البلاصه اللي تكون دوبلي ديجا اي فيها ربع طبقات ثم زوج تاع ورقه وزوج تاع الورقه الثانيه هكا راكم راحين بلي الحشو تاعكم مش راح يخرج لكم والبقلاوه تاعكم تجيكم مقرمشه و... ومورقه فوالا ندينرو ليها بنفس الطريقة شوفوا هنا هذه هاي مقطعة بصح نورمال مشي مشكل خلاص دوكا كي تسرو لا متبانش هاديك القطعة آه سما ما تخافوش منها نورمال نعاود نحشي هذاك الحربوش بنفس الطريقة فوالا هاني حشيتو بنفس الطريقة شوفو كيفاه جاني نعاود نزيد ندهنو من برا آه بالزبدة هكا من الفوقا نزيد نجوزلو بالبانسو تاع الزبدة و خلاص هكا باش ما تيشيحلكمش وتولي تتكسر فوالا وبنفس الطريقه كملت الحربوشات هذا كامل هذا البلاطو هز لي 12 واحد دونك فوالا جاتني ما شاء الله شوفوا كيفاش نعاود نعدل برك هذاك الحربوش الاخر باسكو البلاصه اللي بقات ضيقه فوالا هاي البقلاوه تاعي سهله ماهله خفيفه ظريفه زدت طليتو بالزبدة ثم جوزتلو بالبانسو تاع الزبدة وعاودت زدت كامل بالبانسو تاع الزبدة هذاك مسحتها هكا أبوبري ومن بعد نجي نقصها البقلاوة تاعكم قصوها قبل ما تدخلوها طيب فوالا انا البلاطو تاعي ها هو نقسم على النص نقسمها في النص هكا كامله ومن بعد نزيد نقص يعني عاودت لها ثم القصه برك آه فوالا نزيد نقص النص آه نص على على زوج كل نص نزيد نقصو على زوج هكا تعطيني كل حربوش يعطيني اربع حبيبات ثم واحد على زوج ثلاثه اربعه هاني استقسمت النصف الاخر آه فوالا شوفوا كيفاش تجي مقسومه قد قد آه على اربعه ثم بالطول و فوالا مع الاخر نحطوا لها شويه مكسرات من الفوق شي اللي كان عندكم يا البنات انا ما نقيدكمش نقولكم لكم ديروا البيستاش ولا ديروا كل وحده دير مقدورها انا هنا درت كاوكاو كاوكاو نورمال زدت درت لها شويه كاوكاو من الفوق هكا ديروه في الوسط ما هاكم عندكم ربع حبات باينين ديروه في الوسط تاع كل حبه ما هكا بطال يخرج لكم الحبيبات كامل يجي فيهم هذاك الكاوكاو فوالا هاي البقلاوه تاعي سهله مهله آه يعني اسرع واسهل منها ما كانش فوالا يعني في دقيقه توجدوها انا فريمون ما درتش الحلاوات خليت حتى ليامات الاخرين هادو والحمد لله يعني درت حوايج آه ساهلين هكا آه ما يديوش اليد بزاف وما يحكموش الوقت بزاف فالا هاني طيبتها كي طيبوها حطوها آه ما تحطوهاش لتحت خلاص وتشعلوا عليها النار حطوها شويه الفوق وهذا مكان وحمراها شويه من الفوق وسا هناك هنا كي خرجتها وهي سخونه درت لها العسل العسل بيان سور بارد كيما راكم تشوفوا آه درت على المرجان نارمال <applause> نشربها انا الحشو دات لي تقريبا تقريبا نص كيلو تاع حشو اي درت لها نص باط من هذا تاع المرجان يعني تقريبا قد الحشو قد العسل وهنا راني نسي هكا نوصل العسل هذاك الكامل الحبيبات يعني ما تقلقوش راح يوصلهم لهم يوصل البقلاوه تاعكم إيه راح تتشرب هذاك العسل وتجيكم ما شاء الله فوالا هنا باش ما نفسدلهاش الشكل تاعها نخليها تشرب العسل تاعها في راحتها وما تقصوهاش حتى تعودوها حين تقدموها فوالا متقصوهاش ما تقصوهاش كيما نقولوا درك هدرتيها تقصيها اه خليها تشرب العسل تاعها في راحتها انا الغدوه من داك قطعت حبيبات آه قطعت حبيبات خليتها باتت درتها في الليل كيما شفتوني الاضاءه شويه ناقصه سامحوني راح خاطر طيبتها في الليل فوالا وهنا الغدوه آه درت الغدوه آه قطعتها وشوف كيفاه جات من الله الله عليها جات هايله يا البنات نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم اه وصفه سهله وسريعه ومن حلويات العيد تهلاو في روحكم ما تنساوش لايك